هنشتغل على الدراع. وأول حاجة هنعملها هنتخيل إن الدراع من أول الرست كده في نصه بالظبط لغاية فوق عند الكتف مقسوم نصين، وهنشتغل عليه زي ما اشتغلنا على الرجل بنفس التدريج يعني الحركات، ولكن بطريقة عكسية. يعني هنطلع من الناحية اللي بره وهنبتدي بالزحلقة، هنخلي ايدينا ماسكة قوي على البشرة او الجزء يعني اللي في النص بتاع الكف، ونزحلقه ونرجع لبره، زحلق ونرجع لبره، زحلق ونطلع من الناحية اللي جوه 3 مرات. بعد كده هنعمل هنشتغل تحت فوق زي اللي عملناه في الرجل، بس المرة دي هنزود شمال يمين، تحت فوق شمال يمين، تحت فوق شمال يمين، ونعمل ده بس على أساس إن هو يعني تدريب أو يعني حركة عشان بس إيه نشغل أو نسخن الدراع شوية. أوكي، ونعملها برضو 3 مرات علشان نعرف كويس الدراع إن هنروح نشتغل عليه بطرق مختلفة شوية. في نفس الوقت هنخلي نفسنا معانا، نبقى مركزين في اللي احنا بنعمله عشان ده مفيد، نبقى في المكان اللي احنا فيه في اللحظة اللي احنا فيها، وما نتوهش من اللي بنعمله على جسمنا. وفي نفس الوقت نحاول نحس الدراع بيرد او بيقول لنا ايه، بيبتدي يتصرف ازاي، بيبتدي يسخن ينمل في اي حتة، بيدينا اي اشارة. اوكي، ودي عشان هو المفروض يعمل ده، بيعمل ده طول الوقت، جسم بيعمل ده طول الوقت. بس يعني احنا بناخد وقت فترة، كل حد مختلف طبعا عن التاني في السرعة اللي هو يعني بيقدر يتفاهم او مع جسمه. طبعا كل ما الواحد اشتغل او ده عمله بطريقة يعني يومية أو يعني باستمرارية، بيحصل إنه الجسم بيتكلم، فالواحد بيبقى صاحب جسمه أكتر. دلوقتي هنعمل الحركة بتاعت سي الكليبسة، هنرفع جزئيات من الجلد واحنا طالعين، ده هنعمله 3 مرات، وبدون ممكن نعمله بالصبعين دول بس او بكل الصوابع والصبع التخين. ماشي، وزي ما كنت بقول كده، التدريب ده بيعرف الواحد على نفسه اكتر، او مش التدريب ده في عموم، اي تدريب اي حاجة فيها شغل على النفس او على الشخص بتركيز. يعني ان انا دلوقتي بعمل الحاجة دي، ان كانت بقى الحاجة دي ايه، وانا مركز فيها، يعني مش انا ان انا بتفرج على التلفزيون او وبس انا ايه مخي في حتة تانية او اي حاجة تانية، يعني بعمل ده وانا مركز فيه. فده طبعا بيخلي السيستم كله شغال مع بعضه، مش لازم يكون كله في نفس الوقت، لان الحقيقة الجسم كل يعني كل مركز للجسم يشتغل بسرعة بتاعته. يعني الجسم العظم يعني والعضلات وكل اللي جوه جسمنا يعني كجزء يعني ملموس ما بيشتغلش زي العقل، ما عندوش نفس السرعة.
وكذلك في ناحية فيما يخص المشاعر وكل يعني المراكز المختلفة للجسم ليهم كل واحد رتم مختلف. فهي الفكرة كلها ان كل ما الواحد اشتغل على نفسه بطريقة فيها وعي كل ما الحاجات دي بتقرب على بعض، برضو كل واحد بالرتم بتاعه بس الحاجات بتقرب فبتسمع لبعض، فالموضوع بيبقى فيه ايه يعني ألفة، في راحة، في استرخاء، بنقدر يعني نبقى سامعين نفسينا. الجزء اللي جاي ده انا خدت شوية تريست كده عشان سي اقول لكم انا حاسة ازاي. اولا دراعي السخن قوي بصفة خاصة الجزء الفوقاني ده، لان الجزء ده الشغل عليه اوتوماتيكلي بيبقى مرتبط بالبطن والمعدة بصفة خاصة. وأول ما يبتدي يحصل له طاقة زيادة أو دورة دموية بتبقى شغالة بطريقة غير تقليدية، يعني مش طول الوقت يعني بتبقى زيادة أوي كده، بيبتدي برضو المعدة تتعامل مع ده، لأن المكانين مرتبطين ببعض أوي. فكرة ان انا اتكلم واقول لكم انا بعمل ايه وفي نفس الوقت اعمله بيبقى مرهق شوية، فاخدت دقيقتين كده علشان اسمع. فاللي انا سامعاه انه دراعي كله ساخن قوي ومعدتي مش بتوجعني بس كده حاسة بقع يعني حوالين تخصص في القولون، ما حاسه كده كأنه حد طب في ايه كده يعني، في مش وجع بس حاجه كده تنبيه إيه بيحصل ايه. وفي نفس الوقت شلت رجليا من جوه الشبشب اللي انا لابساه علشان سخنه قوي، البطن نفسه بتاع الرجل، وغير ان الدنيا حر جدا طبعا. فالجزء الاخير ده اللي هنعمله من التدريب هو ليه علاقة بانه انا هعمل برضو شد الكليبس كده، يعني هرفع لفوق الجلد بس بتركيز، يعني انا بركز على بدور المرة دي على الحتت اللي فيها اكتر ناشفة شوية، فيها وجع سنة، فيها تنشنة، واوجه النفس ليها. اوجه النفس ليها معناه ان انا هاخد نفس مفروض ببقي مقفول، انا طبعا بتكلم، وهتخيل انه هو بيروح للمكان ده او بيروح مكان ما انا حاسة بصوابع ايدي على المنطقة اللي انا فيها. اوكي، مرة بمرة ده هيبقى اوتوماتيك، بيحصل انه ببعت نفس والمنطقة ممكن ما يحصل لهاش استرخاء فوري بس بحس ان في فرق واضح، يعني كانت توجعني قوي بحس اقل بالوجع، كانت ناشفه قوي بحس ان تحت ايدي كده سنه كده فيها ثابت شويه. وكل واحد طبعا بيحس بطريقه مختلفه، والبشره ليها تاريخها، يعني هي اكبر عضو في الجسم و بيتعامل بطريقة خاصة تماما لكل شخص مختلف عن التاني. خدت شوية تراست، فهنعمل الجزء الأخير ده اللي طبعا هيبقى فيه نسبة وجع بسيطة، وزي ما قلت الأول هنتحرك من غير ما نوجع. لو في وجع أي هنا في أنا عندي سنة كده، كل اللي هنعمله هاخد نفسي وبعته للمكان، ولو الوجع استمر اسيب ايدي شوية، ولو الوجع استمر هبقى بس بلمس المكان. اوكي،
بعدين اتحرك في الحتة اللي بعدها. ده كله بيبقى دايما في نسبة كده توتر يعني، او ناشفة شوية او فيها تنشنة المكان كله. العضلات دي دايما بتبقى مرتبطة قوي زي ما قلت بالبطن، فده مكان حساس شوية. وطبعا الجزء ده بيختلف ليه حس يعني احساس يعني خاص قوي في كل الانواع من الاجسام، يعني اذا في لحم كتير، اذا في عضل، اذا شخص رفيع، ف بصفة خاصة بره. جوه اقل شوية، هنا جوه ما نطلعش قوي يعني، نسيبنا هنا كده ما نطلعش قوي على الجزء اللي فوق، لان فيه غدد كتير ما يبقاش لطيف الشد فيه قوي، بس خاصة بالتركيز يعني. هنا عندي كده شوية تنشنة، فأشد وأخد نفس وأسيب. هنا برضو، هنا ده كله موجه النفس ده طبعا. بعد شوية بعد كم تدريب هيبقى أو كم مرة يعني تعمل نفس المساج ده، هيبقى سهل قوي شبه يعني فوري. فكرة انه الدماغ بتفصل تماما من انه بيعمل حالة استرخاء جامدة جدا، وده مرتبط بالدورة الدموية وبالطاقة، و ان الايدين الدراعات تشتغل كتير، ف اي حركة موجهة بتخلي الدراع يبقى بيستفيد بأي طريقة كان. دي من احسن التدريبات اللي بتتعمل قبل ما الواحد ينام بتاع الدراعات، لانه الجزء ده كله بيفك بالدراعات، فبيبقى في يعني الواحد بيبقى شبه بعد ربع ساعة تلت ساعة كده بيبقى محتاج، لو ما ينامش بيبقى محتاج كده يعني يمد شوية ينام شوية على حسب طبعا الوقت في اليوم كده. برضو خدت راس تاني بتكلم كده، لان هنحاول نشوف او هنلاحظ ده على طول، جسمي او الدراعين بيتحركوا ازاي. انا بس لمجرد انا بعمل كده، ده دراع وده هوا، ده بس حتى كده بصوا ده واضح خالص انه ايه فاكت جدا، وده ماشي بس شغال يعني، بس مش بنفس النعومة بتاعت ده او بنفس الراحة، في راحة كده باينة في الإيد أو في الدراع، ده مش موجودة ده. حتى لو عملنا كده حدوتة تانية خالص، ده هنا في مكنة أرغالة، هنا في يعني فراشة. ده بالنسبة لي أنا بحكي لكم أنا بحس إزاي، نفس الشيء هنا ده أوف لسه هطلع ده أوبا إيه ده. فحاولوا تعملوا ده، الفرق هيبقى ملحوظ جدا. وبعد ما يعني تنبسطوا وتتخضوا وتكتشفوا الدراع ده عامل ايه عن ده، تبدأوا تعملوا التمرين على الناحية التانية.